موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من مظاهر الشرك في ربوبية الله تعالى زعم الحرية الشخصية في قبول الشرع. يعني ماذا؟ بعضهم يقال له قال الله كذا، الله أمر بكذا، أن هذا الشيء حرام لا تفعل، يقول أنا حر. فهذا والعياذ بالله شرك في ربوبية الله عز وجل. فأنت حر بين المخلوقين، أي بينك وبين المخلوقين أنت حر، يعني هم كذلك مثلك وأنت حر وهم أحرار. أما بينك وبين الخالق فأنت لست حرا، أنت عبدا، فهو خالق وأنت مخلوق. ولذلك الذي يقول أنا حر في قبول الشرع نقول له كيف تزعم ذلك وأنت الذي تقر أنك مخلوق؟ ولذلك نسأله، نقول له من الذي خلق سمعك وبصرك وعينك وبطنك ورجلك وفرجك وكل هذه الأشياء؟ فإن قال أنا الذي خلقتها فهذا كافر بلا شك. وإن قال الله هو الذي خلقها، نقول إذا كان الذي خلق وملك فمن أحق بأن يكون له السمع والطاعة في ذلك؟ ولذلك لا يجوز لك في مقابلة شرع الله عز وجل أن تقول أنا حر، وإلا فالله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله.